سكر عليه وخذ منع على الزنازين قيد يديه ورجليه وبعدها لف في النقاب وبعدها جيت حالي لاني موجودان الزنازين قيد ورجليه من تحت فوق أطلقوا الكلاب علي عشان تمزعني أستاذ مدرسة مع ماجستير وبقى كويس وبده يقدم نشاط الدكتوراه يعني وبروح على إذنه بدرس وبروح عندي هان بتغدى دائما بيروح بتغدى عندي هان قبل ما يروح على داره.